جدا، بحس ان هي بتبعت لي رسائل وبقعد اتامل في الصحب وكده. انا لبنانيه مصريه اصلا، وما كنت بسافر هناك يعني، كنت معظم الحاجات بشوفها زي الحاجات بالخشب وكده، فاخدت الفكره من هناك يعني بصراحه، وجيت نفذت هنا على طول. كنت برسم كده في مره عيون وحاجات، ففي حد قعد يقولي طب ما تجربي ترسمي، فقلت له لا استحيله ما بعرفش ارسم. قال لي لا جربي، لحد فعلا ما جربته لقيت نفسي انا بعرف ارسم. بقى الموضوع بالنسبه لي بطلع اللي جوايا في الرسم الاول، بعد كده بقى شدني ان انا ابقى ديزاينر في الخشب وكده. مرتبطه جدا بالسماء، ارتباطي بيها روحاني. بقعد ادقق في السحب ورسوماتها سواء هي ضلمه او منوره. بتبعت لي رسائل كتير زي اللي بيقرا فنجال كده يعني، بحس ان انا بقرا السماء، وبحس ان هي حاسه بيا برده بتقرا اللي جوايا. كان من ضمن الرسائل اللي جات لي انه حاجه شفتها في السماء او رسمه معينه حسستني ان مامتي هتتوفى، وفعلا بعد شهر توفت. فحسيت انه لا، علاقتي بيها فيها حاجه غريبه يعني، بقى عندي وقت مخصص في اليوم لازم كده ابص للسماء واستنى او اقرا اشوف ايه الرساله اللي جايه لي او انا هحس بايه. حبي اصلا يعني للكلاب ابتدى انه كانت رجلي مكسوره، وكان ممنوع رجلي تنزل على الارض، فكان بيمشي الكلب تحتها ويسندها علشان ما تميلش او تقع على الارض يعني، او تنزل على الارض من غير ما اخد بالي. بس فحبيتهم جدا، اتعلقت فيهم جدا، حسيت ان هم بيحسوا بالبني ادمين اكتر من اي حاجه في الدنيا. كشخص بتمنى اوصل لكل طموحاتي واهدافي، وفي الحياه عامه نفسي كل الناس تحب بعض ويتمنوا الخير لبعض. نفسي يبقى في سلام داخلي كده وسلام ما بيننا اكتر من كده بكتير يعني. يعني اهدافي ان يكون عندي جاليري كبير، ويكون عندي ملجأ لكلاب الشوارع.